خدمه معقوله. المهم دابا اللي يطرا هو الورقه ديال التنقيط، ورقه التنقيط المتداوله حاليا. هذه الورقه الاخيره اللي كتبتي اللي ما كاين فيها دابا حتى شي تغيير، الا كان شي تغيير غادي يجي من اللجنه التقنيه الوطنيه. هذه الورقه فيها خان واحده وفيها مجموعه ديال 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 الكلمات، بحال دابا تبايت، تبايت هما التعدد. التعدد يعني نفسروا شنو هما التعدد، هما يعني الا بغيتي تقول هي ترديده، ترديده يعني تيعاودها الطير ولا لازمه يعني ولا نبره من كلمه. نعم كتكون مسبقه للكلام كله. هي اما الطير مدخل يعني اما يبغي يخبي الكلام، اما تيبغي يخاف تيقول لك راه كاين الخوف، راه شي حاجه تيدير بأسميتو، ولا تيبغي يقول لك راني في التريتوار ديالي راني في البلاصه ديالي. عندنا مجموعه ديال 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 هاد التعدد، منها قعي 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 كنبغيوها كاينه عندنا في الماضي هو تيولي ولا طغي بيلو تيكوك ولا ولا بر، حتى هي تتحسب كريده بر ولكن ما تنبغيوهاش تتبع فيها بر بر كما السر اللي هي اللي خاطئه عليك هاد السر سير، ولكن انت هو تتحسب كريده بر تيكون طير تيعيط به ولا انت هو تيعيط به، هادو كلهم تيتسمى تعادل. ولكن التعدد المزياني هما اللي بحال الاخوان تاعتهم اللي كانوا في التسجيل ديال عبد الله اللي دابا راه موجودين الحمد لله في المنتديات كامله، هي بحال طوري طبا حنا كنعيطو لها كوري ولا ويطو طيرو الى اخره. المهم هذه بالنسبه للتعدد. بالنسبه للولوان حنا في مدينه مكناس ما كنعيطوش الولوان، ولكن تم اتفاق وطنيا بان الولوان حقاش الولوان كاين الطير الولوان ولا الولوان، ولكن الولوان حنا عندنا هو التشويه التوي مقسم بزاف في الكلام يعني التويلات الحسنيه الى اخره الولوان، ولكن بما ان اتفقنا عليه نهضروا على ذاك الولوان. هذاك الولوان هي الفضل مشتقه منين؟ من 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 الكلمات اللي هو بلو، ولكن الولوان اللي حنايا كان لحقاش كاين بلو بلو كاين بلو 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 كاين بحال بلو 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 هي التويلات هي الحسنيه عند الحسنيه الطائر الحسنيه، ولكن كتكون ناشفه كتسمع فيها غير بلو 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 ما فيهاش شكل اخر. اما ذاك الولوان اللي كنديرو حنايا واللي كاين في التسجيل واللي تنبغيو في لوطا تكون به، هو كتلقى فيه تقريبا ثلاثه ديال الكلمات جايين ثلاثة الأصوات في كلمة واحدة، كتسمع لك ولا 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 فوق 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 ولا تسمع فيها بحال تسد وهي ثلاثة ديال الأصوات ما نجيش نقولها أنا هكا، ولكن تلقى هو تيهضر وكاين دقة معاه كاين دقة معاه ماشي دقة واحدة دقات هو هذاك هو اللي كنقلبوا عليه هذاك هو، ولكن ديما الأفضل هي اللي دو 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 فيها ديما حرف اللام والواو كاين فيها كتكون فيها، ولكن هذا هو هو اللي عنده احتياط اكبر نقطه على 12. كاين كاين وخلاص الولوال ديال سميتو اللي كان في التسجيل ديال الحاج عبد الله الله يرحمه الحاج الميلادي، يعني الولاول المزيانه اللي كانت يعني من الولاول الخيره. كاين عاوتاني التلقليد حتى هو تيدخل في هي الولوات الطاهرة، كيف الفضا ديال الولوات الطاهرة، هذاك الفضا ديال الولوات الطاهرة هي في الحقيقة كلمة خداها عبد الله الله يرحمه من روسيليو الباريزيان. نعم. وهي تتسمى لا رولا دو كلابوتي. لا رولا دو كلابوتي، وكيفاش جاية في روسيليو الباريزيان؟ مزروبة. هو تقنها باش عطاها هذيك الوجبة هكاك، وهي كيفاش هي؟ إذا قسمتيها هذه بزاف هو كيفاش باش تقراها ولا ديك لو 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 با 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 حيت كتقسمها فيها جوج كلمات فيها تلين وفيها عملية ما بقاتش هو هما جوج كلمات، يعني إذا كان الحال كان تيفهم غادي نقص جوج الحاجة تنقص تلين اللي غيمشي للخالة هو وغادي يمشي با 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 اللي هي عملية غيمشي للعملية وهي تيقول لها هو طلع هو معليش، ولكن كيعرف الأصل ديالها، الأصل ديالها هو سي لا رولا دو كابوتي، واللي عنده الديسك ديال روسيا والباريزيان يمشي يقلبو ويشوف
وغادي يلقى رولات دو كلاب اوتي ويلقى فيها لبلو بلو 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 بلو. ما هي الحسنيه؟ ما هي الدول؟ ما هي حتى شي حاجه؟ هذه وشكون اللي كندخلها في التجديد؟ هو عبد الله الله يرحمه. بالنسبه لرائحه بالنسبه للبيوبويات البيوات هي وصلنا لها مع الحداديات في الحقيقه. بالنسبه للحداديات يا ريت نعطيكم الحداديات شنو هو وشنو هما الحداديات. الحداديات هي كثيره ولها رنه خاصه تشبه نبرتها طريقه الحداد على السين. ولهذا يسمى طائر الحداد لا ميزونج عند الهوات بالحداد الرجل بالمنطقه. علاش؟ تلقى داك الحداد اللي كيضرب كتبقى تستني تسمع واحد الحداد خور خور تيضرب تما تعال تيضرب تستني الاخر تيدير تستني الى اخره. هذه الكلمات شنو عندها سميتو الحداديات اللي عندها في الحداد اللي خدينا عنده هي لا ميزون. علاش كنسميها الحداد؟ عنده اما تتكون مفرده بحال تي ولا تستي مزدوجه ولا مركبه تستي خداو اللي هو الكلاسيين القدامى. هذه التسميه اي كلمه كتجي في هاد الرنه وفي هاد الغنه وفي هذا الا كتسمى حسين ولا عندهم هز حط طلع اهبط سير واجب. بغينا نقضيو عليها اي كلمه كتمشي بحال السميه هكا الا كتسمى حتى هي. وهذا هو الغلط اللي كيطلقوا فيه الاخوان بحال الوالدين يبو تفغى هات كلهم هاد الحداديات. حيت كتقول لهم وعدي قال لك حسنيه والحسنيه راه عندها حتى التوطوي عندها حتى التنوي عندها حتى التصعصيع الخايب تشوب راه عندها حتى التماز عندها حتى ما قولش حسنيه صفار. خصني نحدد نقول حدادي الحسنيه اللي هو وعدي قال ولا حدادي الحسنيه اللي هو ايبو ولا حدادي الحسنيه اللي هو هات ولا حدادي الحسنيه اللي هو تفغى ولا حدادي كلمات النقيه المطلوبه ولا حدادي الولول اللي هو بيترو ولا حدادي ديال الولول اللي هو بابي ولا حدادي الولول اللي هو بير هادو كلهم حداديات كلهم غادي في هاد الصيف ولا تسكا الى اخره. هادو كلهم حداديات اللي كيمشيو في القضيه ديال السينيا رقم نعم ولا الكلمه اللي تعيطوا لها الاخوان تقولي حتى هي راه حداديه لحقاش غاده في الصيغه ديال هز حط سير واجب هبط طلع الى اخره هي السينيا. هذو هما الحداديات. الكليبيات حتى هما الحداديات غير هما عندهم واحد الرنه خاصه بهم ولهذا فرناهم بوحدهم. اما البيوبيو غير كتسمع فيها بيوبيو وكتسمع فيها واحد الدقه كاينه بيوبيو الدقه وكاينه بيوبيو الحسنيه. البيوبيو الحسنيه اللي ما كاينه عندها حتى شي طاقه الطائر الحسنيه. ولما حنا في التسجيل ديال الله وخدعنا الحمد لله في الطيور ومين تيقول لك هو القدامى وخويا البيوبيو الحسنيه وراه الاخوان تعيطوا لها من بحال الحسنيه وخويا من عند الجروان اللي كان كاين في الحفار الحسنيه حفظته. نعم حفظته علاش؟ لحقاش الحسنيه حفاظ صغار كبار حفاظه بزاف وحفاظ حفظتها من عندهم فهمتي؟ يعني حتى باش نرجعوا للحسنيه حفاظه راه حفاظه بزاف حفاظه حتى بالنسبه للبيت تقرا التعديله ديالها راه تقرا من خلال من العجو اللي هو ذكر الضفدع وحتى ديك التولوينه غادي واخدها واخدها من العجو تلقى فيه زغرتك بحال التولوينه. هذا بالنسبه للحداديات وبالنسبه اللي هما بيوبيات. بالنسبه للسلاسل السلسلة حنا بالنسبة لمدينة مكناس ما تنقولوش السلسلة تنقولو تقرقيب السكر. مخفوق لازم ندير وقيلة وقلنا شي الوقت إن شاء الله إن شاء الله نشوفو واش من بعد كلمات أخرى بالنسبة للسلسلة ولا نينات ولا توطويت ولا عميريات ولا مسكين ولا نواقاس ولا شي طلقات إضافية أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم. ونشرحوا ان شاء الله في بر سفر ان شاء الله وحيد الله اللي حاب لي قوتي. كنشكرك الاخ كريم زين الدين جزاك الله كل خير ولله خدك علينا وبارك الله فيك والله يصلح لك الوليدات ان شاء الله الرحمن الرحيم ونشوفك ان شاء الله الرحمن الرحيم في السفر قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.